المختار يرحب بضيوفه في الليوان. ضيوف المختار في الليوان. كلما ضاقت الحياة بنا ذرعا هربنا من الواقع وسافرنا إلى الزمن الأجمل، ذاك الزمن الذي نصفه بالجميل، حيث يخبرنا عنه من عاشه أنه كان زمنا يسوده الحب والإخلاص والقيم التي سكنت قلوب أهله. لا شك أنه لم يكن زمنا مثاليا، وأن له ولمن عاش فيه أخطاء كثيرة، ولكنه حتما أجمل وأفضل مما نمر به الآن. يخبرنا أهلنا عن جمال أصوات ذاك الزمن وعذوبة ألحانه ودفء كلماته، ونسمع كلما أردنا إعادة شحن أرواحنا تلك المقطوعات التي تلامس القلب، فنشكر صانعيها ونعيش ممتنين لهم لأنهم تركوها لنا. ضيفي واحد من صناع المتعة الروحية، عاشر وشارك وغنى في المرحلة التي وصفت بالأنقى في تاريخ الأغنية المشرقية. صوته ينساب من قمم جبال لبنان كساقية صافية، فيدخل الأذان ليطهرها من شوائب الحاضر. أحد أهم مطربي عصره، تجربته الفنية مختومة بأسماء سجلها التاريخ، فهو ربيب الرحابنة وصديق زياد وجوزيف، ولوديع الصافي بصوته شهادة قل أن يمنحها لأحد. ضيفي في الليوان اليوم الفنان الكبير مروان محفوظ. أستاذ مروان حبيب قلبي، الله أهلا وسهلا فيك. الله يخليك، شو هالمقدمة الحلوة يا أخي. أهلا وسهلا فيك. هي أقل... شكرا شكرا لذوقك ولأدبك ولذوقك العظيم. أهلا وسهلا منونك كثير. هذا أقل الواجب يعني، مع اسم كبير مثلك. ودي رحب بالفنان والعازف أيضا أستاذ بديع البغدادي. أهلا وسهلا أستاذ بديع البغدادي، شرفتنا وشكرا لأنك حترافق الأستاذ مروان اليوم نسمع الكمانجة. احنا سعيدين كمان بي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. ايه قرب لنا شوي لو سمحت. رح ابدا استاذ مروان مع حضرتك. طبعا كان عندك حفل ضمن الفتره اللي يعني الحاليه تم الثنين الماضي، يعني من يومين كان المفروض تتقدم الثنين الماضي يعني على دار الاوبرا، وتم ايقافها طبعا لانه بسبب الظروف اللي هلا عم نمر فيها. بس بدي اقوله انه هي مو اول مره حضرتك بتكون موجود بسوريا ولا بدار الاوبرا، ولك تواجد يعني تاريخ. صح. بس حتى الآن لم تنقطع أبدا عن زيارة دمشق، ولم تنقطع بالله عن تلبية محبينك فيها، لأنه دايما أنا بقول لهم أنه أنا كل ما طلعت من لبنان وسوريا بحس حالي مثل السمكة اللي بتشيلها من المي، عن جد يعني بفقد الأكسجين. هيك هون عندي يعني الأحبة كثار، شرواك وأهل وأصحاب وأحباب يعني كتير شوي. بعدين العشق يعني أنا من أول ما فتحت عيني هيك وصوتي على سمعي على هالدني، ضيعتنا المريجات هيك قريبة من هون كنا نسمع الإذاعة السورية على طول، يعني نسمع ونطلب أغاني وما يطلبوا، كانوا يعملوا برنامج اسمه ما يطلبوا المستمعون. فعلاقة حميمة، ولما جيت مع الرحابني والست فيروز تعمقت يعني أكثر وأكثر. واستمرت من يعني تقريبا من 65 لليوم، أنا ما انقطعت ولا يوم عن دمشق أبدا. طيب. عن سوريا ككل يعني. الجميل بالأستاذ مروان محفوظ يعني لمن يقرأ تاريخه ويقرأ سيرته الفنية، أنه هو ما ترك حدا من مبدعي عصره إلا وعمل معه، سواء كان مخرج، سواء كان مغني، سواء كان مشاعر ملحن. يعني نعم. أنت تعاملت مع كل مبدعي وعمالقة عصرك. نعم. قديش بتعتبر نفسك محظوظ؟ ما في شك أنه نحن يعني في 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 يعني سميها هيك قدرة إلهية أو ما بعرف، يعني في شيء في تدخل يعني من سبحان الله.
انه تخلق بزمن ويسمعوك. انا يعني اول مرة سمعني وديع الصافي واستدعاني وشجعني وقال لي بدك انت لك مستقبل، كفي دراستك لانه مش بس صوتك حلو، احساسك الرائع، لانه بالصوت اي شيء ممكن تسمعه بيكون صوت يعني، بس الصوت بده صقل دراسي، وبس الاحساس هذا بيولد من جوا يعني، ربنا بيوهبك اياه يعني. وعاصر رحباني نفس القصة يعني. حنحكي عن مسيرتك مع الرحابني، وحنحكي عن وديع وعلاقتك بوديع، لأنه علاقتك طبعا بوديع جدا كبيرة. عميقة. وأنا هلأ هاي الزاوية رح ذكر فيها يمكن الشباب الجيل الجديد الشباب الجديد بيعرفوا أغانيك، بس في بعضهم بيعرف الغنية بس ما بيعرف مين بيغنيها، بس ما بيعرف مين بيغنيها. مزبوط. اليوم بدي أعملكن هيك بشكل سريع لدقيقتين ثلاثة وصلة سريعة من أجمل وأروع ما قدم الفنان مروان محفوظ، خلينا نسمع ونتذكر ونستمتع. تفضلوا. المختار. أحد عطاي شهد دم الأعصاي ويلا اللي تحدى ويلا ويلا اللي ناوي قاتل يا ويلا اللي ناوي. وقلبي المشتاق نار كيف أحوالكم كيف أحوالكم نسينا حالنا واشتقنا لكم ودي المراكب علمينا وقود السفينة يا معلم يا معلم يا معلم نحنا من كل ضيعة جينا ومن كل مدينة يا معلم يا معلم يا معلم كل هيل بشرن الهيل وسكل خيالة عالخيل احنا العيد اهل العيد ما نغفى انغفى سهيل يلي شعرك ليل بليل طاير متل ركيد الخيل بنت البلد يا مولداني عمرك بعمر السوساني لو ما حكيتك لو ما لو ما حبيتك لو ما كانوا عيوني يعرفوا النوم لعرفت عيونك يوما يوما يم الشال الليموني حبيتك قد عيوني هاتي ايدك حتى نطير والقدروا يلحقوني يلي حبك ورد وشوك ورد وشوك ورغبة وخوف يلي حبك ورد وشوك ورد وشوك ورغبة وخوف شلون عيونك يلي يحاو ان شاء الله بتكوني مليحة دخلك وين كنتي ليش ما بينتي لا تكوني زعلتي يا مليحة باسل محرز المجموعة اختارها حلوة. طيب كلكم ذوق يا اخي. طيب حزير شو شو قلي زير شو شو لح تقدرنا نعمل ثلاث دقايق؟ انت بتتخيل قديش اختصرنا ولا نحط هاي لا هاي لا هاي انت شو في كمية. شو بتحس لما عم تسمع اغانيك وبتعرف انه كلنا نحنا يعني كل الناس بتحب هاي الأغاني وكل أغاني نجحت وانتشرت ولا كان عندكم كليبات ولا كان عندكم اف ام ولا كيف؟ لأنه أولا كان في قلي يعني ما كان في هالكمية اللي هلأ. لا كان في كم إذاعة هلأ مثلا وتلفزيون و و و كان بالأول ما فيش إلا إذاعة واحدة يا خي وتلفزيون واحد. بعدين كان الشغل يتقدم يعني أنا من الناس اللي ما عندي مثلا كمية كتير كبيرة بس في نوعية يعني مختار الكلمة واللحن والإداء وهودي الأساس يعني كنا عم نحكي نحن الأستاذ بديع هلا أنه هودي السيبة الأساسية لا 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 لا, 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 لا تطلع الأغنية على إجرائها يعني. ف كنا وبعدين كان في صدق في صدق حقيقي. انا قلت لهم دائما بحكي انه انا ما تعاملت مع ناس ما غنيت لشاعر او لملحن ما بحبه او هو ما بيحبني لانه لما بيكون في محبه
بدي يتقدم العمل من القلب، واللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. فبهالروحية هلأ بتعرف استاذ مروان، يمكن انه بهذا الوقت صار ممكن كتير عادي انه المطرب بيجي كلامه واللحن من الملحن او من الشاعر هو ما بيكون اصلا بيعرفه، يعني في وسطاء، في شركات، في استوديوهات. انا ما تعملت هيك. انا ما تعملت هيك ولا تعملت حتى بالمادي. يعني أنا ممكن روح لصديقي الملحن، حس إنه ظروفه هلأ ما مستمحة كذا، ما فيش شغل بيني وبينه هلأ، ممكن أنا ساعده بمبلغ. كيف؟ مش إنه هاي الأغنية حقها هالقد. أنتوا ما كنتوا تشتروا الأغاني، كنتوا تتعاملوا مع بعض أصدقاء. أيوة. دين ووفا ووقفة مع بعض بهالطريقة. بالضبط. طيب الأرشيف الكبير، يعني أنت عم تقول ما عندي أعداد كبيرة، بس أنا يعني حوالي 160-170 أغنية مش أكثر يعني، بس منقيين. لا في منهم عنده الميات يعني. تسمع أو تسمع بتنطرب مثل ما احنا يعني. طبعا طبعا طبعا، لأنه أنا أنا بغني لحالي قبل ما غني لحدا. يعني أنا بدي حس الشغلة وغنية إلي أنا بالأول. لا تطلع من يعني قلبي تتوصل لقلبك. لازم تطربك لتطربني. لا بالضبط، لازم تطرب. هاي الحقيقة. في شغلة صادر من القلب توصل للقلب. نحن عم نسمع المدلي، بلش الأستاذ مروان يدندن. أنا يعني للأمانة أنا بعرف أنه ما شاء الله هو يعني كان صوته وما زال يعني، بس ما زلت متمتع بعناصر الصوت القادر على الأداء بقوته. مع أنه في ناس أصغر منك بكتير أستاذ مروان فقدت صوتها باكرا، يعني وبطلت تقدر تغني صح. شو اللي بيخلي المطرب يحافظ على صوته أو مطرب يفقد صوته؟ يا سيدي، أول شيء التدخين. أنا ما بدخن ولا بقعد بمكان فيه تدخين، لأنه التدخين كتير بيأثر، لأنه الصوت هو يعني هالنفس اللي بده يطلع مثل الناي. يعني إذا ما عنده نفس عازف الناي ما بيقدر يعزف ناي يكون مبدع. مزبوط. يعني فالنفس اللي بده يطلع هذا بيأثر، التدخين يعني بيأثر على كل الجهاز التنفسي، بيضعف الرئة، بيصير نفسه ضعيف. هاي أولا. ثانيا كثرة المشروب كمان بتأثر، الحد الحر يعني. بعد السهر يعني أنا محافظ الحمد لله. بتشوفها في مطربين من جيلك أو حتى أصغر منك تسمعهم اليوم بتقول يا حرام ليش هيك صار؟ في منهم إيه، يعني في فترة بينوا وبعدين يعني اختفوا. ليه ما بعرف، إنه بدو يكون يا مش متابعين يا إنه مش محافظين على صحة صوتهم. في كل انسان ما بعرف شو ظروفهم يعني، بس انه ايه في اوقات اصوات بتتاسف عليها يعني. في ناس مع انه الفنان يستمر بالغناء قد ما تقدم فيه السن طبعا. وفي ناس بتقلك لا، في مكان ما بس بلش انت تصير غير قادر يفضل انك تبتعد. يعني في ناس كانت تنتقد صباح وتنتقد مزلو. وديع وتنتقد اسماء كثيره. لا لانه ضل صوته يعني بالتسعينات وضل صوته قادر. ايه بس في بعض يعني حتى مثلا الاستاذ صباح فخري يعني في كثير اسماء طبعا بده يوصل لمطرح واحد خلص يعني. يفضل انه المطرب يوقف. طبعا يوقف طبعا. هي يعني ست صباح معك حق، انه ابنها قال له ابنها دكتور يعني وعايش بامريكا، وقال له انه يا ماما مش مهم انه يعني بس تضلي تزيني منظرك، في شيء من جوا بيكبر كمان يعني. العمر بده يمرق الانسان بمراحل، فيعني المفروض انه يحترم سنه الانسان. انا يعني بقول انه اذا يعني حسيت انه بطل صوتي خلاص ما بقول بطلع على مسرح. عبد الوهاب من الخمسينات ما طلع على مسرح، صار يسجل باستوديو لانه باستوديو بعيد وبك اخر حفله ويلحن. ويلحن طبعا. عملها بال 54 يمكن كل ده كان لي. ومع لما حس انه صوته ما خدمه بمطارح وقف. ما طلع على مسرح، احترق. هذا الفنان الكبير. في مغنيين بتقول او فنانين بتقول يعني بتتمنى بتقول يا ريت ما بقى تطلعوا مسرح تغنوا، يعني من الاسماء الكبيره مقصرين هالقد وصوتهم ما عم بيسمع. مثل مين؟ ليش طيب ليش طيب مثل مين؟ يعني خلي، لا ما بعرف حدا محدد، بس عم بحكي بشكل عام انه
خلي هالصورة الحلوة اللي كانت الناس اخذتك فيها خليها ليش تشوهها يعني تطلع على مطرح. اذا مش قادر خليك بالستوديو، بالستوديو بتعيد اذا المقطع ما عجبك، بس على المسرح اذا طلعت وغنيت ما في مجال خلص، اذا صار في سقطة يعني تسجل عليك. هلأ صار بدنا نتمتع فيك، اختاروا لنا انت والاستاذ بديع شو حابين تمتعوا الاذن والروح والقلب معا. لا بنقول خايفكم عشان الله يلا سجل مي خايفكم عشان نقول الموال بس الاول. ماشي تفضل استاذ بديع. سمع الاصبع الشرقي بقى اخي سمع يلا. الله الله السلام عليك. الله 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 اوف يا بوي شوقي إلك شوق البنفسج للعبيد شوقي إلك شوق البنفسج للعبير أو شوق وردي للجمال وللعبير شوقي إلك شوق البنفسج للغدير أو شوق وردي للجمال وللعبير من هيك انت عايشي في وأنا بعيشك سني من الشوق بنهار القصير خايف كون عشقتك وحبيتك أو يكون الهوى رماني ببيتك خايف كون عشقتك وحبيتك أو يكون الهوى رماني ببيتك ونصير ليلي نشتاق ليلي أو اسأل حالي كيف حبيتك. أهم وأجمل ما قدمه الفنان مروان محفوظ. مين لحن لك هاي الأغنية؟ هيدي كلمات وألحان زياد الرحباني. وهيدا اللي كتير ناس ما بتعرف، يعني كلنا بنعرفه ومنحبه بس في بعض الناس ما بتعرف. وزياد الرحباني مو بس هاي الأغنية عمل لك أغاني كتير. أكثر من 15 أغنية، بس هاي الأغنية هي وخايف كون عشقتك بالذات ويا سافر للعدة طايل. هيدي يعني في قصة لحتى تقدموا هالأغنيتين. هلا هدول هنن كلهم تقدموا بسهرية صح؟ ايه؟ هي ويا سيف على القعدة طايل تقدموا بمسرحية سهرية. تمام. هذا كان أول عمل لزياد. ايه؟ أول عمل مسرحي. وحتى الأغاني، فقبلها وما أعملها وأنا كان عامل لي ثلاث أغاني لزياد. هون في عنا مفاجأة يا جماعة اسمعوا، لأنه في كتير ناس أنا حكيها بس هلا يمكن إذاعة إلى مستمعينا يعني. فعمل لي ثلاث أغاني. مرق وحدي منهم هلا هي لو ما حبيتك لو ما
ويا حلوة يا ست الدار وأغني صارت سألوني الناس عنك يا حبيبي. هي كان اسمها أخذوا الحلوين قلبي وعيني. غير كلام غير كلام ايه يعني عملينه ثلاث أغاني هوا نسجلون ايه. أخذوا الحلوين قلبي وعيني أخذوا الليالي اللي عشناها سوا. هاي كان كلامها بس نفس اللحن. فقبل ما نفوت يعني بدنا نفوت على استوديو قبل ما فتنا صارت يعني مورد الأستاذ عاصي بيو لزياد يعني عاصي الرحباني فوقفنا ما لا ما كان فاضي يسجل أولا فوقفنا كل شيء وراحت الفترة شي شهرين يعني. لما اطمننا على أستاذ عاصي أنه عمل العملية ونجحت الحمد لله طلع من المستشفى فبيقول لي يا زياد قال لي تعال نرجع نتذكر الأغاني تنرجع نسجلهم. كنا عم نعد لمسرحية المحطة. بمسرحية المحطة طبعا أستاذ عاصي يعني كاتبة يعني وهو الأستاذ منصور بس صار أستاذ منصور وحده بده يكفي يعني بده تقطع المسرحية ما يكون موجود أستاذ عاصي لأنه كان بفترة النقاهة. فالمهم طلعت لعنده أنا بالبيت قاعدين أنا وياه بالبيت وعم نعمل الأغاني وإجا أستاذ منصور والست فيروز بالصالون. نحن قاعدين في غرفة بلبنان عن هذا الأرميدي اللي بسموه الشاحط هيك هاي اللازيات كانت يعني. فقاعد أنا ويا فا عم نغني الغنية سمعوا اللحن كيف كانت قبل ما تصير سألونا سمعونا كيف كانت بيت. سألوني الناس نفس لحن سألوني الناس أخذوا الحلوين قلبي وعيني أخذوا الليالي اللي عشناها سوا هاجروا الحلوين ما سألوا علي يا مين يرجع أيام الهوى. هيك كان كلامه وهيك لحن النسخة الأصلية قبل ما تصير سألوني الناس. أنا بآخر مقابلة بلبنان برنامج اسمه أسطح بيروت مع ست داليا داغر حطيت مقطع منها بصوت زياد على البزق كان لساتها قبل ما تتسجل يعني طاها بالبزق بالبيت أنا وياه مسجلهم أنا يعني أحفظ الغنية. فسمعوا اللحن عيطوا له لزياد نزل قالوا له بدنا ناخذ هاي الغنية بس نغير لها كلامها. كنتوا قاعدين عم تدندنوا انت وزياد انا وزياد انه عم نرجع نتذكر بدنا نفوت نسجله وسمعوا من عندكم اللحن سمعوا اللحن هالنفاق يعني نحن هون وهن هون يعني سمعونا مش معونا ست فيروز واستاذ منصور فقالوا له بدنا ناخذ هذا اللحن بس بدنا نغير الكلام قال لهم طب كيف ما انا اعطيته لو ما يصير الحادثه مع البابا كنا سجلناهم هذه الغنيه لمروان انا ما قالوا له يعني مش رح يقول لك لا مروان قال له نحن بدنا ناخذ هذا اللحن هلا لنقدمه. فالمهم طلع زياد يعني بتعرف كان بعده يعني هيك بعده في خجل في صغير بعده 17 سنه كان عمره. فقال لي إذا ما بدك إذا ما بتوافق ما بعطيني يعني لأن أنا هيدا عامله إلك أنت يعني هيك والله. فقلت له لا يا زياد حبيبي أنت عامل كلام واللحن وهذا بعدين ست فيروز يعني دميتنا على حسابها معقولي غنية يعني من كل قلبي أنا بقدمها لست فيروز. قال لي بناء اللي قال لي هو لأنه كان عم بيقول لي من الأول قال لي أول مرة الماما بدها تغني لي لحن كان أول لحن تغني لست فيروز لزياد. فقلت له من قلبي انا منقدمها يعني ما ماني زعلان. قال لي بناء لموقفك هذا العظيم انا رح اعمل لك غنيتين اجمل من هاي الغنية. وفعلا عمل خايفكم عشقتك ويا سيف العضطاير. يا سيف العضطاير رح تابع هذا الحديث المليء بالجمال والحب والحنين مع الاستاذ الكبير مروان محفوظ ولكن اسمحوا لنا توقف مع فاصل ونرجع. هذا البرنامج برعاية بركات طعمه بتحلي الأوقات. المختار
الله الله. يا خيل الليل يا خيل الليل ردي عالتحدي، يا بوحدي من نجمتي ان فيكي تحدي، وانا من ربعكن مرحل تحدي، العذيلين او يصيروا حبايا، يا سيف العلق عدا طايل، يا هادر دم الأصايل، ويلا اللي يتحدى ويلا، ويلا اللي ناوي قاتل، يا با ويلا اللي ناوي قاتل. ايوه قطع يا سيف البوادي، يا سيف العلق عدا غادي، قطع يا سيف البوادي، يا سيف العلق عدا غادي، وانا لارحل من وادي الوادي، لو ما للخصر المايل، يا سيف العلق عدا طايل، يا هادر دم الأصايل، ويلا اللي يتحدى ويلا، ويلا اللي ناوي قاتل، يابا ويلا اللي ناوي قاتل، يابا ويلا يابا ويلا يابا ويلا ويلا ويلا. عم بيصفوا عم تضيع يعني، يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، ويعطيك الصحه والقوه، وشكرا ايضا للاستاذ بديع مجددا. مبسوطين فيك مسلطنين. كنتوا تمثلوا بالفطره مثل ما تغنوا بالفطره، يعني جيلكم اللي اشتغل مع بالمسرح الرحباني هذا هي المجموعه، كل الاسماء كلها كانت تمثل. طيب التمثيل لا بفهم انه حدا صوته حلو فيستسمروا الرحابني، كيف كنتوا تفوتوا على التمثيل ايضا؟ هل كنتوا تتدربوا؟ ايه طبعا طبعا، لانه هو مش يعني الفترة بتخلق عندك انه الله وهبك صوت، بس هالصوت بدك تثقله بالعلم وبالمعرفة الموسيقية. يعني من بعد الدراسة بالمعهد وكذا، لما تقدمنا وشافني استاذ عاصي بعت وراي وقال لي انه فلما بلشنا يعني بالعمل معهم، انا لما وصلت لعنده على المكتب وغنيت له، غنيت اول شيء بيت عتابه، قال لي شو بدك تسمعني؟ قلت له شو بتحب، شيء موال ولا؟ قال لي سمعني موال بالاول، سمعته غنيت له بيت عتابه. نعم. بعدين ريتميك غنيت له يم الضفاير، هني عاملينها الاستاذ وديع، يم الضفاير حلوه والجبين العالي. فقال لي خلص ضميناك للفرقه. فكانت فرصة كتير مهمة، يعني انك انت طالع بعدك يعني من المعهد، بعدك عم تدرس يعني بالمعهد وكذا، وانك تصفي بفرقة الشعبية مع الفيروز والاخوان الرحباني، يعني شغلة كبيرة. يعني كنتوا كلكم تتمنوا تصيروا بهي الفرقة؟ طبعا انا كلهم كانوا سابقيني، يعني إلي شويري، ملحم بركات، سمير يازبيك، عصام، كلهم كانوا لهم سنتين معهم كانوا سابقيني بالمرحلة. كانت لما سمعتوا لعاصي الرحباني هالأغنية العتبة، صار يترجم هالشي بكل بفيلم سفر بارليك. ايه؟ عيد الموال ثلاث مرات، موال العتبة هو يبقى الممثل أسعد اللي مع أبو سليم أسعد. ايه
هو على ماشي على الطنبور وهيك وعم بيغني عيني ما تشوف النوم يا ديب حاكم. ايه هذا بصوتي انا، وصار بكل مسلسل حتى بالتلفزيون يعني يحط لي بيت عتابة. قال لي لانه يا مروان بتغني العتابة بطهارتها. يعني شوف هالكلمة في حلمي من عاصر الحباني، انه عم تغني العتابة بطهارتها. وانا بعدني محافظ على هاللون، يعني العتابة شغلة كتير مهمة يعني. وبلشنا يعني بال 65 هالحديث صح؟ هذا ايه بال 65 نعم. وكرت الصبح والاعمال يعني لغاية قصيدة حب بعلمة كانت اخر اللي مرقوا من دوليب الهوى لقصيدة حب. بعدين اشتغلت مع زياد ايه من المحطة، لما كنا عم نقدم المحطة كنت انا عم بعد لسهرية انا وزياد وقدمنا سهرية ب 73 كمان مع زياد. وعيك الموسيقي بهديك الفترة أستاذ مروان من وين كان مستوحى؟ شو اللي كان أثر فيك تعلمته وسمعته؟ ليك لا لك شيء، نحن بالأساس سلالي عائلي من جد جدي وأمي كلهم أصوات حلوة العائلة. حتى أخذ هلأ وابني يعني ولادي اثنين أصواتهم حلوة، فسلالي يعني. وهذه الشغلة يعني كنا نغني الألوان نحن هيك اللي بيغنوها بالضياع بالحفلات بالأعراس بالكذا. لما بلش الأستاذ وديع يعني بداية الخمسينات بهالألوان اللي كانت اللي هي المعنى والموشح والقرادي والشروقي والعتابة والأبو الزلف، كل هالألوان هايدي صرنا نسمعها بصوت وديع الصافي اللي هو جابه من الريف ومدنة يعني قربها للمدينة أكتر، وعمل منها يعني ألحان لحنها يعني، هو اعتمد على الأساس وتوسع هو فيه يعني بصوته العظيم الله يرحم روحه. فتأثرنا بهالجو هذا، ولما دخلنا كونسيرفاتوار يعني بتغزيلك كمان هيدي موهبتك، بتوسع مداركك، بتعرف النغمة، بتعرف مقامات صوتك منين إلى ما هنالك. لما دخلنا مع الرحباني كمان يعني لما بيكون عندك دور تمثيلي، لأنه نحن عندنا الغناء يعني التمثيل يخدم عندنا الغناء، لأن أنا ما أدعي أني ممثل لأني مش دارسه أكاديميا التمثيل يعني، بينما الموسيقى لا دارسها يعني. فكنا نركز على هالدور اللي نحن بدنا نلعبه يعني، نلعب الدور نقديه مثل ما هو يعني بس بالمسرحية على أن يخدم الغناء يعني. بس كنتوا تمسوا حلو كتير. ايه نمثل ايه لا بأس يعني. كنتوا تمسوا حلو كتير. لأنه في في اشياء طبيعية، ما فيش شو بيسموه يعني مثل ادعاء او ذكر لي الناس بالشخصية اللي انا رح سكرون سهرية، حزروا مين بيكون هو وشو بيعمل عند قهوة المعلم نخل. شوف زياد اسمعوا شوف زياد شو عامل هون اللي ما حدا سبقه عليها انك تعمل مبارزة بالاصوات بالآهات. اسمعوا حتى نضل الاهات تفضل. ها عم تفحصوا الاصوات؟ اي نعم. عمالك معلم نخلي؟ شو؟ في هالشاب جاي يفحص صوته. خليه يرجع بكره.
تقريب الأصوات بالآهات. بعدين شفت يعني فكرة المسرحية هو يعني نخل التنين انه كبير بالعمر ما بيقول لي بعدين انه انتو الجيل الجاي من الجيل الرايح. صراع حب البقاء يعني. صراع الأجيال وبنفس الوقت الأصالة، وحتى ما يصير في نقمة. شوف زكا زياد هون انه حتى ما يصير في نقمة على الجيل اللي جاي ياخد محل الجيل الكبير، دخل قصة الحب. يعني خلى بنت نخل التنين تحبه لهالشاب هالشاب لحتى يضل الجو، يعني ما يصير في انه بصير في نقمة عادة لما واحد يعني بده يجي يحتل مطرحك يعني. فمرة قصة الحب التعامل مع زياد البعيد يعني البعيد عن الجو بيقول صعب وقاسي، وحتى التعامل مع الرحابنة يعني نحن نقرأ قاسي لأنه يعني بدهم الشغل صح 100%. ما فيش مجال انك تكون 99%، بدك تكون 100%. ليه؟ لانه كنا نعمل بروفات 4-5 أشهر، يعني نعمل بروفات بروفات بروفات، لانه كيف تكات الساعه ماشي ما بتوقف ثانيه، هيك تشغل معهم وخصوصي على المسرح. بس يبلش والفرق كله ديركت، كان ما كان في مثلا عم بتسجل وماشي الحال، لا بدك تكون 100% جاهز، الفرقه قدامك وانت بدك تغني عم تواجه الجمهور مباشره. ما فيش مزح، فبدك تكون يعني قد الحمله والا بتسقط. كانوا قاسيين بمعنى قاسيين بمعنى انه يشدوا علينا حتى على ست فيروز يشدوا طبعا. لانه بدهم يعني العمل يكون متكامل. يعني هو الأقرب إلى الكمال، لأنه الكمال لله سبحانه وتعالى. بيقولوا بعض الناس أيضا انه كانوا عندهم نوع من رح استخدم هذا المصطلح الدكتاتورية بالرأي، لحتى الأنانية المطلقة، وأي حدا بده يشتغل معهم هو لازم يسلم تسليم كامل باللي بيعطوه اياه، ما فيه يقول لا، واللي قال لهم لا بيطلع برا. لا شو ردك على هذا؟ هي بعض الآراء. لا لا مش مزبوط هالحكي. كان مثلا يجي استاذ عاصي هو عم يعمل شغلي، حتى مش إلنا يعني، مش حتى مش إلي أو لإلي شويري أو لفلان، حتى الأغاني الست فيروز يجي مثلا في مقاطع يبقى شاكك يسمعنا اللي شو رأيك، هاي هيك هيك ولا هاي أحلى، كان يأخذ رأيكم. يأخذ رأي طبعا، وهذا يعني لا لا مش مزبوط اللي عم يحكي. هني كانوا قاسيين من حيث التدريب لمصلحة العمل، لمصلحة العمل ما في شك على الكل، حتى على الست فيروز. بعض الناس بتقلك أستاذ مروان إنه ما كانوا يعطوا، كمان أنا عم أقول دايما الآراء يعني بتنقال بس ما بتمثلني يعني. أكيد إنه ما كانوا يعطوا البطولة أو الأولوية إلا لأشخاص محددين، وبالتالي في ناس ضلوا كل عمرهم بين قوسين معهم كومبارس، ما أخذوا بطولات. شو ردك على هالكلام؟ ليك اللي عطيون هني اللي شايفين هني انه هوا بيقدروا يعطوا، والدليل انه برزوا كلهم، حتى يعني كلنا نحن هالاربع خمسة اللي مرقنا عندهم لما طلعنا، وحتى لما كنا مع الاستاذ عبد الوهاب قال لنا مرة لكن بنكون بحديث بصير بحديث انه كنا عم نسجل معه، قال له ايه الكورس، شو هالكورس هذا استاذ عبد الوهاب؟ سجلنا معه نشيد طول ما املي معايا معايا وفي ايدي سلاح، معروف هاي بال 67 لما صارت النكسي. نعم. وسواعد من بلادي، نشيدين سجلناهم نحن استاذ عبد الوهاب، كنا نحن الكورس. قال له شو هالكورس، ايه الكورس ده؟ قال له هاو كلهم مطربين معنا بس نحن يعني محافظين عليهم هون. قالنا ربنا يديم الفقر عليكم حتى تضلوا حتى تضلوا بالكورس يعني ايه. فكنا يعني نشتغل العمل لحتى يكون متكامل، ما يكون في مطرح يعني هالقد ناقص. كان استاذ عاصي ما يقبل يعني ما يقبل بالإهمال او بالحل يعني، بده كل شيء اقرب ما يكون إلى الكمال. تمام. علاقتكم كيف كانت؟ هل كان كنتوا يعني كزملاء ممثلين وغيرها تتعاطوا مع سيدة فيروز بشكل مباشر، ام كانوا هن يعني عاملين نوع من يبعدوها عن المحيط؟ مش هن يبعدوها، هي ست فيروز بطبيعة يعني ما كتير بتحب الليل اللي بيكونوا يعني مقربين منها، هي طبيعتها هيك يعني. بس أثناء العمل أكيد بدنا يعني نكون نحن وياها عم نتدرب. شو الشيء اللي ما بيعرفوا الناس عن فيروز وهلأ بدك تخبرني على الهواء؟ شيء ما الناس ما بتعرفه هي بالتمرين بالبروفا بالحياة الشخصية، خبرني شيء عنها هلأ.
يعني هي ما في عنا في مثل بيقول ما كل ما يعرف يقال يعني اللي شيء بتقدر تقوله هي, هي كان يعني هيك هي مهضومه لما بتكون هي مرتاحه يعني يعني كيف بتنكت كيف بتحكي كيف بتقلد بعض الفنانين بتقلد ايه مثلا يعني انه روحها حلوه كتير ولما تكون هيك رايقه ولا هي كانت تختار يعني هيك اشخاص محددين وياها يعني ايه ما كتير يعني مش كتير ما فيك تكون كتير قريب منها يعني الا اذا هي اختارت يعني بس انت قصتك معها غير انا يعني قريب انا يعني 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 تخيلوا انه ابنك الله يسلمه شادي نعم هي مين سمته سمى؟ هي سمته احكي لنا كيف تسمى شادي. كنا هون كنا عاملين نحن قبل بلبنان مسرحيه يعيش يعيش نعم. اللي بتغني فيها انا وشادي غنينا سوا فهذه المسرحيه هون ما تقدمت لانه كانت تحكي عن الانقلابات كانت الفترة يعني بعد هون كان البلد مرق بفترة كثير في انقلابات وكذا فما وافقوا انه يتقدم هذا العمل هون. كنا عم نقدم عمل تاني المهم كنا هون بمعرض دمشق كنا ننزل بفندق الشرق نعم ما كان فيها الاوتيلات عم نحكيك بالسبعين يعني سنة السبعين ف تلفنوا لي وقالوا لي انه اجاك صبي يعني كانت زوجته على وجه ولادي وهو طالع يشتغل ويقدم يعني مواعيد المعرض كانت مواعيد المعرض مقدسة معرض دمشق الدولي كل سنة يعني نحن ست فيروز والأخوان الرحباني ما يعني كان مقدس وكانت الناس يعني شو بدي خبرك كيف كان الشعب السوري شعب حلو شعب عظيم لهالسبب لو ما عظيم ما ثبت هالمرحلة الطويلة كلها هيدي شعب بيحب الحياة وشعب راقي وشعب مثقف يعني شعب وسميع المهم قالوا لي اجاك صبي وكذا جبت حلو انا عم ضيف الفرقة فتلة عند ست فيروز قالت لي شو المناسبة قلت لها جاني صبي قالت لي شو بك سمي قلت لها والله انا كنت افكر سميه داني قالت لي لا تسميه شادي قلت له خلاص نسميه شادي قالت فيروز ست فيروز خلاص سميناه شادي وكان من وقتها شادي رجع هلا هو اجى صبي سماه داني هو سماه داني يعني الاسم ضل محافظين عليه بس شادي بقى غير انه فيروز سمته يا جماعه انا اقر واعترف على الهواء اني بحسدك الله يحميك بس الله يخليك فيروز سمته ومين كان عرابه وديع الصف تفضل وصوت شادي إذا بتسمع صوت شادي ابني صوته رائع يعني أبو مروان محفوظ وسمته فيروز وعرابه وديع الصافي هذا لسه ما عرفنا تفاصيل تاني بجوز وصوته حلو كتير وصوته حلو كتير يعني ايه. بس ما درس موسيقى وكذا بس هلا يعني بيرتل الأوقات بالكنيسة بالكذا طيب شادي ما كان عرابه وديع لو ما كانت العلاقة بينك وبين وديع علاقة استثنائية طبعا ويقال أن وديع الصافي ما أعطى شهادة يعني حقيقية بصوت حدا وهيك أعطيك التسجيل تسمع وشو أي إلا مثل ما قاله لمروان محفوظ قال له كلام ما قاله لشخص تاني صحيح أنا ليك نحن كنا جيل يعني كان يحترم الكبار أنا كنت ما أسترجي غني قدام وديع الصافي عن جد احتراما لقدسية هالصوت العظيم ما كنت غني قدامه إلا إذا هو طلب مني فبإحدى السهرات سهرانين وقالوا له إنه يعني كان لنا فترة يعني بلشت أحداث بلبنان وبعدنا فترة ضلينا التواصل على التليفون أنا ما افترقت أنا أستاذ وديع نهائيا إلا هذه الفترة كان هو باريس ونحن كمان كنا بسوريا يعني فلما اجى على لبنان سنة 83 هاي السهرة وعملنا سهرة عندي بالبيت كانت السهرة وكان كمان الكبير العظيم الشاعر كبير جورج جرداق اللي عامل هذه ليلتي لست أم كلثوم طبعا فمن هو كان كمان بيحب الأستاذ وديع كتير وكذا فبيطلب مني هو انه غني انا وديع الأستاذ وديع طبعا ما حفظ الألقاب اللي انه غني لا انا مشتاق لك مش بدي اسمع صوتك شو غنيت غنيت له قومي تنمشي بهالدنيا يا حلوة الحلوين فعم بيقول قبل ما أنا غني عم بيقولون للناس اللي بالصحراء موجودين إنه أنا ملحن له موال لمروان
عم بسمع الموال مرة أنا يا عمي أنا عم غني، هو مفكر حلو هو عم بيغني، هو عم بيحكي رح أعطيك التسجيل كامل. قال له أنا بنص الموال يا عمي هذا أنا هاي الموال بعرفه بس أنا مش مغني. ودي عم بيقول نفس الكلام، فبنص الموال خربط بحاله يعني الصافي. فقال له مغشني إلي أنا وحيات الست أولاد، عم يحلف أولاده أنه وحيات الست أولاد بنص الموال فكر حالي أنه أنا عم غني، غشني إلي أنا من مروان وديع الصافي. فقال لي أنا هذه الشغلة ما بقولة من قلبي إلا إلك. وفي شغلة مهمة، هو اللي سماك مروان. إيه طبعا طبعا، هو اللي سماك مروان، هو اللي سماني مروان مصر صحيح، كاسم فني، فني يعني. نعم كاسم نعم. فني مروان محفوظ مروان. خلينا نسمعون للناس جزء من هالشيء الجميل اللي قدمته أنت والأستاذ وديع. تفضل. ضيوف المختار في الليوان. قومي تنمشي بهالدنيا حلوة الحلوين خير نصغر سني نكبر سني نرحل مثل تشرين يا خي منطير بالأحلام من سابق بحقول وبساتين يا حلوة الحلوين حواري حواري الحبها قلبي مهودين وعطينا القلب للغاي مهودين الله الله ولك دين الحلة للفرقة مهودين ولنص الشرع يا أغلى الحبايب عبر يا وديع الصافي. أيوة هلي تسلم تسلم ولا في أخلص منه بالأداء. سؤال لك لك يا وديع الصافي، أنا هذا من قلبي ما بقول لحدا إلا إلك هاي الشغلة أبدا أبدا. قال له لإله، قال له لمروان يا وديع الصافي، يعني هالقد كان مقدر صوتك وهالقد كان بيحب صوتك صح ومعجب لدرجة انه حس غمت له ألحان. انا ما ترجم هالاشي عطاني ألحان حلو كتير، ولو ما كان معجب كتير ما بيعطيك ألحان أكيد. بتصور يعني أكيد. هو ما كان يعطي ألحان. شو اهم الاغنية اللي لحن لك ياها وديع الصافي؟ يمشي الليموني، حلوة العينين، حكيوا لي الحكاية، مجموعة كبيرة يعني. شو كيف يعني ملحن لك وديع وملحنين لك الرحابني وملحن لك فيليمون وملحن لك زياد والياس الرحباني تحت الشباك ما ما خليت حدا ما من كيف بده يعجبك سهيل عرفي هون الأستاذ. هلا بدنا نجي على على الملف السوري، بس إنه كيف بده يعجبك لحن بقى وأنت ملحنين لك هالناس يعني. يعني يا سيدي قلت لك انه انا من بعتبر نفسي من المحظوظين انه خلقت بزمن مع هالكبار، واجاني حظ اني اشتغل معهم غني الحانهم نعيش نحن وياهم حياه. اكيد انتم لما كنتوا شباب استاذ مروان بهي الفتره وبعد بعدك شيخ الشباب ما شاء الله عليك، كانت في اسماء حلوه يعني عصام رجي سمير يزبك وكانوا وملحم بركات وإيلي شويري وكلكم كنتوا جوزيف عزار، طبعا جوزيف عزار كلكم كنتوا يعني شباب بأعمار متقاربة وكل مين كان كان فيها شوية منافسة بيناتكم. ايه بس يعني كيف المنافسة يعني انت عملت غنية حلوة حاول اعمل مثلها او احلى عرفت كيف؟ بس افرح لك انا انت رفيقي وخيي يعني افرح لك لما تنجح وهني يفرحوا لي لما انجح عرفت كيف؟ ما كان يعني كانت الغيري الشريفي مش غيري المؤذية يعني. كنتوا اصحاب يعني تحكوا دايما مع بعض مع بعض تتواصلوا مين من هالجيل زملائك او اقرانك يعني تعتبر انه عامل تجربة مهمة او ترك خط لحاله مهم؟ إلي شويري إلي شويري إلي شويري مبدع بالثلاثة، شاعر كبير طبعا طبعا وملحن كبير ومطرب كبير
اللي وخصوصي الأناشيد الوطنية اللي عمل برائد كان على مستوى المنطقة يعني كلها يعني عالي جدا يعني لو عامل بكتب اسمك يا بلادي مثلا من مقام استاذ مثلا لو عامله ما في ربع صوت مثلا كان بيكون نشيد وطني بتاخدوا الدولة بتعملوا نشيد وطني بس لأنه في ربع صوت الآلات الغربية ما بتقدر تعزفه على سيرة النشيد الوطني رائعة بدي سمعهم غالي غالي ليتذكروا هيدي القطعة العظيمة يلي يلي لكل وطن ولكل بيت ولكل عيلة بتحب تسمع بصوتك جاهزين نحن نسمعها من عندك مأمون؟ من عندك ولا من عندك؟ ولا من عندهم؟ من هون أحسن من عندهم؟ من عندهم هن من هون لا أحسن. من عن يعني من عندنا من ولا من عندهم؟ عندنا وعندهم وحدة في وحدة نسمع نسمع من الست... من عندنا نسمع فيه. من هون بالأول بعدين من عند مأمون يلا تفضلوا إن شاء الله يكونوا سامعين حبابنا دحنا دحنا يا وطن بالشوق غالي دحنا يا وطن بالشوق غالي الحنين مكسر بالصدر غالي ومهما يكون مهما يكون حب الهجر غالي إذا ترابك نده نحن الجواب يا حباب قلبي وغالي غالي يا وطني الغالي مزنر خصرك بقمار وعالي عالي يا جبين العالي مكلل بسيوف الغار غالي غالي يا وطني الغالي مزنر خصرك بقمار وعالي عالي يا جبين العالي مكلل بالسيوف الغار ضيوف المختار في الليوان
وتستمر المفاجآت. بقول له مين لحلك هاي الأغنية؟ بقول لي عزار حبيب. طيب الله يرحم روحه عزار حبيبي. وكنت عم تحكي لي من الملحنين يعني جيدين جدا، مغني وملحن عمل صح. تجربته الخاصة أيضا صح. وعمل له هيك لونه الخاص حلو خاص فيه. بس أنا في أغنية للأستاذ مروان، كل أغاني حلوة سمعته وعم نسمع، بس في غنية أنا هي بتاخدني لمكان آخر وبحبها كتير 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 كتير، سرقني الزمان. خلينا الله. نسمع منه مقطع الله. من عندك يا مأمون، وبعدين نرجع نسأله للأستاذ مروان عن هالأغنية. مروان هي من ألحان زياد رحماني، زياد رحماني. كلمات للشاعر الكبير غسان مطر. صحيح أنه فيروز كمان أبدت إعجاب شديد جدا وطلبت التسجيل مني أول ما عملناها وكذا، وبعت لها التسجيل هي وحدا من اللي بيعزونها، على قد ما حبته يعني. إيه حبت على قد ما حبيت تسمعه يعني. كنت عم قلك أنه كنا عم نسمع غنيتين ورا بعض وكل واحدة بطريقة، يعني سمعنا الجبل اللي فيه باور وفي الشعب قوة هاي غالي غالي، وهون العاطفة. عم قلك انه هالمزيج يعني هالمزيج بين القوة والعاطفة بالصوت، هذا يعني الصوت اللي بيقدر يؤدي كل الالوان يعني. هاي الاغنية يعني في قصة بحب احكيها. خبرني شفت صديقنا الاستاذ بشار اسماعيل، الفنان بجهله تحية كبير، استاذ بشار بجهله تحية، قال لي انا بروح من الشام على اللاذقية، هيدي الأغنية ما بشيل لكل الطريق، بوصل بحس حالي طاير، ما بحس بالطريق أنا وعم بسمع هالأغنية كل الطريق. ما هو حق يعني أغنية يعني رائعة وأغنية حلوة كتار اللي بيقولوا لي يعني إنه هاي الأغنية بتنقلهم لأماكن فعلا هيك فعلا إلى جو الجو الخاص. الجو المعمولة فيه غريب ومختلف وما بتشبهها. هي معمولة بمسرحية لأن هاي قدمتها أنا وجورجينا رزق ملكة جمال الكون، كنا بدنا نقدمها، قدمناها أول شيء بأستراليا، هي دعوة للمغترب ليرجع صار لي سنة غايب، ما أطول السنة بده يرجع على الوطن. هي القصة أنه بلد كان ما فيش ربيع، هي معمولة على شخصية جورجينا ملكة جمال الكون اللي هي لا تزال اليوم أجمل جميلة بملكات الكون اللي طلعوا. فانه بلد ما في ربيع، ما فيش كان مش خلقين في ربيع، بتولد بنت حلوه كتير وبيولد مع الربيع. كاتب القصه استاذ غسان مطر، وخوفا اهل المدينه خوفا من انه تفل من المدينه انه يحب حدا وتفل ويفل مع الربيع، بيحبسوها بورده وبصيروا كل سنه بتطل مره بالسنه بعيد الربيع وبيعملوا احتفالية. سني مارق شاعر أمير بيغني وكذا، بيشوفها بيغني لها بقى وبأخذها وبيفل هو إياها، فبعد سني بيحن للوطن. هاي شفت كيف الرجعة للمغتربين إنه يرجعوا للوطن، فبتحاول هي إنه ما بدها ترجع لأنه بترجع لحبس الوردي وكذا، فبتغني لها سرقني الزمان وسرقني المدى واللي كانوا أهلي صاروا ما حدا. فالقصة حلوة كتير كانت. شو أحلى دور لعبته على المسرح وبتحس يعني هذا الدور بتعتبره بيشبهك كتير أو بتحبه كتير؟ طبعا سهرية، مسرحية سهرية. سهرية هي كانت النقلة النوعية إلي مع حبيب قلبي زياد يعني. فكانت لأنه كانت البطولة بطولتي يعني بطولة مطلقة، بغير مسرحيات كنا نمثل بس نكون دور رئيسي بس أنه يا تانوي بيتوزعوا الأدوار. موزع. إلك تجارب أيضا مع ملحنين سوريين كبار وعمالقة طبعا. مثل الأستاذ عبد الفتاح سكر والأستاذ سهيل عرفي يلي هن اسمين مؤخرا من أستاذ أسعد خوري. أسعد خوري طبعا مايسترو أسعد خوري، بس يعني سهيل عرفي وعبد الفتاح سكر هن عمالقة التلحين في سوريا. كيف بدأ التعامل معهم خاصة أنه كمان من الأغاني اللي كل الناس بتحب لك ياها من ألحان الراحل الكبير سهيل عرفي؟ كيف أحوالكم؟ كيف أحوالكم؟ يعني هاي رائعة. يا الله شو بيطلبوها الناس يا سيدي. هاي بالبداية هلأ منغنيها لما جينا هاي بسنة 77 هو كان شايفني بسهرية وكان متوقع لي إنه يكون لي مستقبل يعني أستاذ سهيل. بعدين لما التقينا حكي لي يعني، فكنا عبرنا نقدم عمل مسرحي هون على معرض المسرح كاتبه أستاذ عيسى أيوب اسمه عيد الشحادين، والمخرج كان الأستاذ ممدوح الأطرش كمان حبيبنا نوجه له تحية. فالأستاذ سهيل بيقول لي، بيتصل فيي، كنت أنا بالفندق، بيتصل فيي بيقول لي
إذا بتحب خلينا نجتمع يعني هيك وندرس الأغاني اللي بدك تغنيها بالمسرحية، ناخد المقامات وندرس أنا وياك الموضوع. فأنا هاي اللفتة كتير يعني هيك أثرت فيه، أكبرت فيها يعني. ففعلا التقينا وحسيت هو روحه كانت الله يرحم روحه، كان عنده روح النكتة الحلوة يعني، كان هيك وظريف كتير بالجلسة معه ببنسيك الدنيا. مزبوط الله يرحمه، من أجمل الناس، مثل ألحانه يعني مع الكلمة فعلا. هو يعني غنوا له كبار بكل العالم العربي يعني تقريبا. فكانت هاللفتة حلوة منه وابتدى المشوار من هون. وكنا أنا وياه وأستاذ عيسى أيوب كمان يعني كلنا من الأسف عم ضلنا نقول الله يرحمهم يعني، يعطيك الصحة مجوز علينا الله الرحمة طول عمرك. فعملنا ثلاثي فني رائع، أنت شيء 40-50 عمل يعني بينه الوطني وبينه العاطفي والاجتماعي. فكانت مسيرة كتير حلوة. فمنسمع كيف أحوالك يا ريت، تفضلوا. كيف أحوالكن كيف أحوالكن، نسينا حالنا واشتقنا لكن. كيف أحوالكن كيف أحوالكن، نسينا حالنا واشتقنا لكن. طول غيابكن شاغل بالنا، طول غيابكن شاغل بالنا، إن شاء الله تكونوا فاضي بالكم، إن شاء الله تكونوا فاضي بالكم. نتمنى الله يعطيها راحة البال. كيف أحوالكن كيف أحوالكن، نسينا حالنا واشتقنا لكن. كيف أحوالكن كيف أحوالكن، نسينا حالنا واشتقنا لكن. طول غيابكن شاغل بالنا، طول غيابكن شاغل بالنا، إن شاء الله تكونوا فاضي بالكم. تابع هذا اللقاء طبعا يعني ما بنشبع من سماع الأغنيات، ولكن نستغل الوقت مع الأستاذ مروان محفوظا لنسأله كل الأسئلة المحضرينا. أستاذ مروان، شاركت بفيلم سينمائي مع رحابني اللي هو سفر برلك طبعا، نعم. وبعدين اشتغلت أفلام تانية، وقلك تجربة مع الممثلة السورية إغراء، إغراء كانت ضيفتنا من سنتين في المختار، وست غادة الشمعة كانت كمان، فتيات حائرات. فتيات حائرات، فتيات حائرات. احكي لي عن السينما وتجربتك السينمائية. انا فعلا يعني
حبيت أعمل هالتجربة لأنه يعني أنا مش عامل سينما، أنه قلت لك أنه ما بدعي أني أنا ممثل يعني، لكن والله يعني في ناس حبونا في هذا يعني، كان أنه أنا ما مثلت، حسيت حالي أنه هاي شخصيتي طبيعية ولعبت الدور هيك يعني. وكان طبعا يعني الغناء كمان فيه موجود، كان ضروري بهداك الوقت انه كمغني لازم يكون في اغنية بقلب الفيلم وترقص عليهم مثلا ست اغراء او غادة الشمعة يعني، فكان حلو كتجربة يعني. بس ما عدت كتير كررته يعني. ليه؟ قلت لك انا ما كتير بحب انه بدك تتقيد كتير يعني، هيك وقف هون وما تزيح هيك وعلى تزيح هون، فهيدي شغلي بتأيدني يعني، ما كتير بحب. انا بحب الانطلاق، اشتقت للمسرح، اشتقت للمسرح بمفهومه اللي انتو اشتغل طبعا مفهوم المسرح كتير. ويعني للأسف انه كان في مشروع كتير مهم رح يتقدم اني عيد مسرحية انا وست فيروز، انا ما حكيتها هيدي والله، بس صار ظروف يعني. كان في مجال تعاد نعيد او سجلنا الموسيقى وكنا اي مسرحية كنتوا مختارين؟ يعيش 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 كنتوا رح تعيدوها؟ كنا بنعيد انا وياها وصار ظروف. تتوقع ترجع؟ ما بعتقد، خلص راح، خلص راح. بتتمنى لو انه اليوم مثلا السيدة فيروز او زياد او زياد، انا بتمنى ياخذوا قرار العمل انا وزياد يجددوا شيء مثلا. هلا شفنا صح انهم قدموها من حوالي 10 سنوات، مزبوط 10 سنوات 12 سنة رجعوا عادوها قدموها. بتتمنى يفكروا بهالموضوع وانت جاهز هذا العمل تكون موجود، وانت جاهز تكون موجود معه. كنا ناويين نقدمه بس انه صار في ظروف وتوقف العمل خلاص. اليوم الارشيف الكبير اللي حضرتك تاركه بالمغنى، بتفكر توثقه يكون موجود كفيلم كمسلسل ككتاب؟ انا عملت يعني عامل مثل مسيرتي مختصرة بشي حوالي ربع ساعة يعني، حكين في مذيعة يعني مقدمة بكرة بعطيك إياها يعني، إذا أي مقابلة بتلفزيون بكذا بيعرضوا بالأول هالعمل ريبورتاج مروان محفوظ، هالريبورتاج المهم. وبعدين هلا كل أغنياتي في منهم مش مغنيون على المسرح يعني، في منهم إذاعيات بس ما بتغنوا، كلهم عم نزلهم أنا اللي على قناتك الرسمية على اليوتيوب، على اليوتيوب. فقالي أنا يعني هيك صديق عزيز وغالي هو عايش بكندا، هو لبناني، هو اللي بيعمل لي هذه الصفحة. فتقريبا كل الأغاني يعني مثلا بلشنا مروان يغني لأخوان رحباني، مروان يغني لياس رحباني، مروان يغني زياد رحباني، مروان يغني وديع الصافي، فيلمون وهبي، فلين كذا، وصلنا هلا يمكن جاي دور إلي شويري. أنا في شو ملحن لك فيلمون؟ فيلمون؟ شو ملحن لي؟ طلي من الليل طلي، يلا شو بيحبوني، بيحبوها الناس، حبيبي خدني بإيدك شي عشر، أوف يابا عندهم غني له أوف يابا بتاخد العالم. سمعني شي من طلي ولو دندني إذا بتقدر. أخني هاي بحبها، كانت لصباح كمان هاي الأغنية، طلي من الليل، لا أوف يابا. أوكي، وطنية، هي وطنية بس كيف عاطفية وطنية يعني. أوف يابا أوف يابا عالضيعة الروح يا حساب، أوف يابا أوف يابا عالضيعة الروح يا حساب، ياخدني للساكن فيها يجيب لي كمشي من الترابة، أوف يابا أوف يابا أوف يابا 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 يابا. لحن رائع أستاذ فيلمون، سمعته أستاذ صباحي كان عطية إياه، هو نسمعوه، تفضل. موجود عندك؟ موجود عندك؟ طلي من الليل، طلي من الليل لأنه طلبوها الناس. طول هالليل حلك يا شمس اطلي، طول من الليل طلي اشتهنا لها اطلي، طول هالليل حلك يا شمس اطلي، اطلي من الليل طلي. كنا عم نرجع لحديثنا عن ست صباح. اوف يابا هو كان اللي حنتلك لست صباح،
فيليمون كان يعني اوقات يعني اذا هيك كانت تزعله اوقات ست صلاح كانت تزعله فزعلان منها بقرر ما يعطيها هاللحن اعطاني اللحن اللي انا مش عارف هذا الانتقام الجميل بس صحيح فلما سمعته هي بصوتك لما شافتني قالت لي طبعا بتواضعها هي طبعا قالت لي انا ما كنت رح اعرف اغني احلى منك هي شوف الكبار شفت الكبار كيف بيحكوا طبعا هي رح تغني احلى مني بس انه قالت لي انه انا ما رح اعرف غني مثلك انت عرفت كيف يعني انه هؤلاء الكبار يا خي ما بيتكرروا بصير صعب عليك استاذ مروان التعامل مع يعني اليوم هذا مثلا ملحن اليوم هو بتلاقي المطرب بده هيك مواعيد وبده كذا وممكن يستنى بادي جارد ما تنسيلي البادي جارد بده يستنى عنده وقت طويل وبده يعطيك على ذوقه اذا عجبك عجبك ما عجبك فيه وبعدين بيحدد لك قديش بصير يطلع بالساعة انه هم بيغني اكثر من ساعة وبينزل وهو شايف حاله لك يا ابني انت لو ما الناس بتحبك وهذا شو قيمتك يعني شو عامل لهالكون انا ومين يعني انه خلي جرايك على الارض يعني تواضع ما في احلى منه الغرور هي مقبرة للفنان عم تتكبر على الناس اللي بيحبوك واللي عملوك منين رفعك انت لو ما الناس حبتك صح ولا لا نعم. يعني انا اذا الناس بيحبوني بشوف حالي عليهم بالعكس كل الكبار يعني استاذ وديع كان في اطرب منه هيك يشوف الكبير والصغير ويسلم على الكبير والصغير ويسالك يعني هون بيجي انه طب لا يا حبيبي لا مش هالقد الدنيا يعني وما مع ذلك بتعجبك اصوات شابه بتطربك طبعاً. في تجارب حلوه بتحب بتشجع يعني اكيد حضرتك تلتقي بهدول الشباب يمكن أكيد. او الفنانين الشباب مين الاصوات يلي بتثني عليها بحب ملحم زين ومعين شريف هودي أصوات هودي من المدرسة الوديعية يعني العظيمين وأصواتهم رائعة وإدائهم والحمد لله وناجحين نجحوا لأنه عرفوا يعني يعني وهلأ هون يعني أنا كتير غنوا معي هون يعني مثلا أسمع. ناس لطوف غنيت معي هدى صغيب غنيت وهلأ في هيك مطربة جديدة اسمها سارة درويش سارة درويش من الأصوات الحلوة الأصوات الحلوة عجبني كتير صوتها إن شاء الله رح تغني معي بدار الأوبرا لما ترجع تنعاد الحفلة وجه لها تحية لسارة لأنه سارة صوت واعد الحقيقة يعني. وبالمناسبة كان في كمان حفل من الحفلات يلي تم تأجيلها بمهرجان الثقافة هي تكريمية للملحن الكبير عبد الفتاح سكر لأنه عبد الفتاح سكر للجيل اللي ممكن ما يعرف هو يعني عامل أجمل الأغاني طبعاً يعني فنان كبير كان ومن يومين يعني إجا لما كنت بعدني بالفندق إجا روحي ابنه حبيب قلبي إجوا زاروني هيك يعني في علاقة نحن وياه علاقة أسرية أسرية عاصم سكر الله يرحم روحه الأستاذ عبد الفتاح كان عملاق شو لحن لك الأستاذ عبد الفتاح غني له أنا أغنية حلوة كتير اسمها عملت لك عرس بزلغوطة وزيني كتير حلوة ولا تهزي ورق الليموني غني له في عملنا مسرح عملنا عمل هون تلفزيوني بس كأنه مسرحي وأخرجه الأستاذ صديقنا عبد المسيح نعمي نعم كمان مخرج اسمه شمس الوطن معروض يعني سهرة تلفزيونية على سهرة تلفزيونية نعم بس عمل وطني يعني وفي فنانين ممثلين كبار من هالبلد وكتار يعني ايه وقدمنا وهودي الأغاني من ضمن قلب قدم الأستاذ عبد الفتاح سكر شو بدنا نختم شو بدك تسمعنا بالختام بدنا نختم جبل مع جبال حلوة جبل ما جبل ما بيلتقي يا مشال الليموني يا ريت الحان عشروقي بالاول استاذ الحان وديع الصافي طبعا ثواني بس مد ال مد شوي الوقت معنا انا ما حسينا على على الوقت وبعد في كثير اشياء ما حسينا على الوقت يعني عندنا كثير يعني مرق بسرعه كثير قبل ما هذه قبل ما نختم معلش استاذي في بدي هيك وجه هيك مثل هديه صغيره لاني اني يعني انا مسعد زميلتنا صديقة كثير وانا مرت ابني كمان اسمها اني حني يعني فحني في بعمل اللي عاملينه بسهرة حب قصيدة حب قصيدة حب لأخوان رحباني حني يا حني هذه
عايشي. فمنوجه له تحية عايشي بهالنعمة قلبنا نيالك. أهلا بحني وبالمواعيد عادتا غني الليل بعيد. أهلا بحني وبالمواعيد عادتا غني الليل بعيد. حني يا حني طلبي وتمني تزهر جني وبيخلق عين العيون أحلى حني. الله الله نعم غيرنا شوي يم الشال يلا. عدرب الصبا او مطرب عدرب الصبا عشت العمر مجنون مطرب عدرب الصبا عشت العمر مجنون وان ما بتدعى الصبي يرن دهباي وامرق عمرج الغزل فلفش ورق وغصون او اضغط عجرح الطلب طيصير ترجاي ويم الشال الليموني حبيتك قد عيوني هاتي ايدك حتى نطير ونقدروا يلحقوني. يم الشال الليموني حبيتك قد عيوني هاتي ايدك حتى نطير ونقدروا يلحقوني. بسحر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد جروحي ولو سر محبتنا شاع من دربي وان بتروحي. صمر عيونك سود وساع علي اغلى من روحي رح باخد قلبك وبطير وبيلوموني لوموني. يم الشال الليموني حبيتك قد عيوني هاتي ايدك حتى نطير ونقدروا يلحقوني. شغال التسجيل ولعت ولعت يعني يحميك ويحمي لك هالصوت وما شاء الله عنك يعني الحديث معك ممتع صوتك ممتع أبدعتنا وذوقك يا حبيبي وشرفتني وأنا شكرا شكرا لأنك لبيت هاي الدعوة يعني تشريفك لي غالي كتير 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 وفضل الحبيبي حني وشكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله قريبا جدا كلنا بيرجع ويعني الحفلات ونحضرك كلنا في دار الأوبرا بخير يا رب. شرفت إلى اللقاء لكل الأحبة اللي سمعونا شكرا جزيلا تابعونا بهالوقت خلينا إياكم جميعا. شكرا لك شكرا للعازف كمان أستاذ بديع البغدادي أهلا وسهلا فيك. شكرا لمتابعتكم رح أترككم تختموا مع صوت الأستاذ مروان كمان من عاد مأمون بس أنا حودعكم هلأ رح لكم تبوا على حالكم كتير منيح وتذكروا دايما أنه بده وعي. الله معكم.
يا مشال الليموني حبيتك قد عيوني هاتي ايدك حتى نطير والقدروا يلحقوني يا مشال الليموني حبيتك قد عيوني هاتي ايدك حتى نطير والقدروا يلحقوني بسكن فيك بروس جبال بقلب عيوني بخبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بطعميكي بسكن فيك بروس جبال بقلب عيوني بخبيكي قصر مسيج ما بينطلق قلوب ديوني بطعميكي رموش عيوني بعمل شال كل ما تنامي بغطيكي خلي البدر بخدك خال بس تكوني ممنوني يم الشال الليموني حبيتك قد عيوني هاتي ايدك حتى نطير ونقدروا يلحقوني ودي الناس مطلوع الفجر بشعرك تعمل صبحي ودي فراش تنقي زهر تعبيلك مزهري ودي الناس مطلوع الفجر بشعرك تعمل صبحي ودي فراش تنقي زهر تعبيلك مزهري ان لمست ايدك خد البحر بالبحر بتحلى المي مي الزهر بمشي نهر وبص شفافك يا عيوني يم الشال الليموني حبيتك قد عيوني هاتي ايدك حتى نطير ونقدروا يلحقوني سحر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد جروحي ولو سر محبتنا شاع من ضربي وين بتروحي سحر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد جروحي لو سر محبتنا شاع من دربي وين بتروحي سمر عيونك خضر وساع علي أغلى من روحي رح باخد قلبك وبطير وبيلوموني لوموني يم الشال الليموني حبيتك قد عيوني هاتي ايدك حتى نطير ونقدروا يلحقوني ويم الشال الليموني حبيتك قد عيوني هاتي ايدك حتى نطير ونقدروا يلحقوني المختار مع باسل محرز بروديوسر مريم حداد إعداد وهاج عزام أحمد صالح علاقات عامة أنا مسعد مسؤول فني يامن قيرون إخراج مأمون حداد المختار من الأحد إلى الأربعاء الثالث عصرا عبر المدينة FM وببث مشترك على تلفزيون خبر هذا البرنامج برعاية بركات بركات طعمة بتحلي الأوقات